اخبار اليوم. اولا لازم الناس كلها تطمئن، مش في اسكندريه بس، في مصر كلها، لان احنا عندنا بطمن شعب مصر كله ان شرطتكم قويه، شرطتكم قادره على حفظ الامن، شرطتكم خدت على نفسها عهد وهي وفيه بيه ان شاء الله انها تصون امنكم وتصون كرامتكم وتصون اعراضكم وتصون اموالكم. شرطتكم حافظة للأمانة اللي أتمنتموها عليها، شرطتكم مقدرة للمسؤولية اللي ملقاة على عاتقها، وهي قادرة بإذن الله تعالى على الوفاء بهذه المسؤولية أمام الله وأمام الشعب وأمام قيادتنا.